رأيك في ان باسم يوسف، دكتور باسم يوسف الاعلام الساخر، يكمل في الاعلام ولا يسيب المهنة ديت ويرجع للطب مرة اخرى؟ لا يكمل في الاعلام. ليه؟ اذا يعني رجع للطريقة زي ما بدأ في الاول يبقى احسن. يعني يوم النقد البناء ما يبقاش اوفر قوي. تحفظات حضرتك على اداؤه الاعلامي ايه يا فندم؟ هو تحفظاته بس انه بيسخر كتير، بيسخر بطريقه فجه شويه. بس لكن هو لو رجع ان هو ينقد النقد البناء اللي هو مفيد هيبقى اعلامي ناجح. احنا لا مش عاوزين. ما يكملش. وراي حضرتك؟ رأي حضرتي إن باسم يوسف راجل عميل في أمريكا، وإن هو كان بيمارس الضحك والرياقة والهزار على بلده علشان يضحك الناس علينا وعلشان يقلل من قيمة القامات اللي عندنا. فده إنسان لا يستحق إن هو يكون في أي برنامج من أي نوع للدولة المصرية، المفروض يسحبوا منه الجنسيه. طبعا يكمل. لا طب حضرتك؟ طبعا يكمل في الاعلام، هو حلو بس حريه يعني ديمقراطيه. نتكلم عن الحريه والديمقراطيه طبعا لازم يكمل فيها. نوسع العربيات لو سمحنا. بصراحه كان بيخلينا بجد نتبسط منه لانه كان الوحيد اللي كان بيطلع اللي جوانا ضحكنا وكل حاجه. مش عايزين ننكر ان هو كان ليه يد ان مرسي هو يخرج بره البلد او نقبض عليه او نحاكمه، كان ليه يد يعني. انا شايفه يكمل في الاعلام ولا لا؟ اكيد يكمل يعني. حضرتك رأي؟ حضرتك رأي؟ اكيد يكمل يعني. اكيد رايه هو مرة كتير طبعا معاه ضده يعني. لكن باسم يكمل في الاعلام.